اصحاب السفر تكون الوجبات كلها مغلقه على ممكن 1000-1500 وجبه، وناس من بعد صلاه الظهر لانه يكون عنده 100-150 وجبه. ميه زمزم هذا سابقا كانت مع الوجبه، الان الرياضات عندهم سدريات معينه. مرحبا شباب، الله يسعدكم ويعطيكم العافية. اليوم حلقتنا حلقة مختلفة، اليوم لما نتكلم عن أصحاب السفر داخل المسجد النبوي، متى يبدأ التجهيزات وإيش الإجراءات اللي بيسووه وكيف الطريقة اللي بيسووه، متى يبدأوا ومتى ينتهوا. يا أخوان في مواقف سيد الشهداء والتجهين للحرم، حتى أهل السفر كلهم أتوقع الآن ما يروح يوقف سياره جنب الحرم مع الزحمة الآن، فياخذوا النقل الترددي. ونحن سوينا حلقة كاملة لهذه السنة حق نقل الترددي والنقل العام، وبعدها يتوجهوا للحرم. إذا حصلنا واحد حنسوي معاه لقاء ويمكن يعطينا بعض التفاصيل. لما أنتم شايفين أصحاب السفر هيجوا الآن داخل هذا الباص وحينطلقوا إلى الحرم المدني. جاهزة من الشركة وتعاقدوا مع الشركات هذه ويدفعوا مبالغ معينة تكون على كل وجبة ويأخذوها داخل الحرم أو على حسب النقطة التجمع لكل شركة. فأنت عندك حلين، الحل الأول أنك أنت تجيب الوجبة بنفسك وتحضر أمورك وتجي، أو الحل الثاني أنك أنت تأخذ الوجبات من الشركات. بالنسبة للشاهي يعتبر أنك أنت تأخذ أنت اللي تسوي الشاهي، سواء تأخذ من الشركات أو ما أخذ، فما يدخل داخل العقد. فلا بد أن يكون في بالك نقطتين. أول شيء في ناس أصحاب السفر اللي جايين يقدموا هذه الخدمة، وفي ناس أصحاب مؤسسات خيرية، جهات خيرية تشوفهم في الساحات عندهم سدريات معينة جايين بالفعل كمان قاعد يخدموا، لكن يعتبر مو أصحاب سفر. فهذه جهات عندها 50-60 شخص ماسكين نفس الموقع. وفي الجزء الثالث اللي هم شركات الإعاشة، يجيبوا الوجبات داخل الحرم إذا أنت موقع معهم عقد كأصحاب السفر. إخواني زي ما أنكم شايفين على يد اليسار وعلى يد اليمين كلها شركات الإعاشة، هذه شركات الإعاشة الناس يتعاقدوا معهم نفس الشركات، وبعدها يجيبوا الوجبات داخل الحرم ويأخذوا منهم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحييك استاذ عبد الغني، كيف حالك؟ طيب شو اخبارك؟ الحمد لله. استاذ عبد الغني اللي عرفته انه اصحاب السفر يبدأوا يشتغلوا من بعد صلاة الظهر مباشرة، صحيح الكلام ده؟ نعم. ايش التجهيزات اللي تسووها؟ والله التجهيزات في زي ما تقول تغليف الرطب والتمر، وناس بتغلف الخبز، ولازم تكون الوجبات كلها مغلقة يعني على حسب النظام. كيف يعني بالتمر والرطب؟ عبارة عن صحون تتغلف بأكياس، لأنه على حسب الرئاسة، رئاسة الحرم، لأنه ما تدخل أي وجبة إلى داخل الحرم إلا تكون مغلقة، سواء داخل الحرم أو خارج الحرم. ليه؟ حفاظا على ساحات والأماكن العامة في المسجد النبوي، لنظافة المسجد النبوي. وكل ما كانت الناس تغلف تكون أفضل واجهة للمدينة المنورة. إيش التجهيزات؟ يعني إيه الزبادي اللي عندكم والشريك؟ زبادي، شريك، فتوت، الدقة، مناديل، ملاعق، هذا كله يتغلف. هذا كله يتغلف. الدقة المدنية حتى. الدقة المدنية نعم، كلها تكون جاهزة، كلها وفي كيس واحد. هذا الساعة كم بالضبط تكون يعني بعد صلاة الظهر تكون قاعد تجهزوا إلى الساعة كم؟ من التسعة صباحا. والله. لأنه عنده ممكن 1000-1500 وجبة، وناس من بعد صلاة الظهر لأنه يكون عنده 100-150 وجبة. فكل وجبة تختلف من تغليفها. في ناس تغلف يعني من ثاني يوم، لأنه تكون عنده وجبات كبير جدا. نعم. جميل. وبعدين تقريبا متى يخلص؟ انت يعني عندكم اتوقع 50 أو 100 وجبة. نعم 100 يعني وجبة. نحن نبدا دائما من الساعة 11 ظهرا. حلو. ننتهي منها 3 عصرا.
ونبدا وتتوجهوا على طول المدينة. وتتوجهوا على طول على الحرم. كم لك انت ما شاء الله شغال في السفره؟ والله لي تقريبا 8 سنوات. 8 سنوات. 8 سنوات شغله. قلت كنت كم كان عمرك وقتها؟ والله كان عمري تقريبا 7 8 زي كذا، كنت مره صغير ولا ابتدائي زي كذا. جيت شغل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ايش السيستم عندكم انتم؟ السيستم والله شوف، اول شيء نجي من يعني تقريبا قبل الصلاه بساعه نص ساعه، نروح عند موقف الباصات وندخل مع الباصات نجي لنا الحرم. قبل الاذان يمكن ب 10 ربع ساعه زي كذا نجي نصلي ركعتين، بعدين نيجي نصلي. في مكان اتوقع مخصص تحطوا فيه العربيات حقتكم؟ في مكان قبل البوابات ب شو اسمه ربع ساعة تحط الاغراض، لانه في مكان. حلو. بعدين تتوجه تروح تصلي. ايوه بعد الصلاة بربع ساعة تفتح البوابات وندخل الاغراض. بعدين تدخل الاغراض وبعدين تفرش السفرة. هذا اتوقع 30 يوم كله اتوقع نفس السيستم. كله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، من بعد صلاة العصر مباشرة بدي يفرشوا السفر. وهذيك هي الوجبات اللي تكلمنا عليها، هذيك هي امامنا الان، هذه هي الوجبات ما شاء الله تبارك الله. هذه الشركات الان، وفي ناس الان يقدر يجيبوا الوجبات حقتهم، بس تكون الوجبات مغلفة، يكون نفس نظام الشركة بالضبط، يعني تقريبا يعني تكون نفس نظام الشركة تقريبا يعني. يا اخوان لكل بوابة في الحرم هيكون في نقطة تجمع العربيات اللي هي الزبادي والشرك، يحطوها في منطقة معينة، وهذه ما تدخل الا بعد الصلاة بساعة 45 دقيقة، حتى المصلين يخرجوا وبعدين يبدأوا يفرشوا، ما يفرشوا وقتها يعني ياخذوا وقت شوية. يا اخوان زي ما انكم شايفين على هذيك الجهة الان اللي هو تجميع الوجبات والسفر، تكون على هذا هذه البوابة على هذا الموقع، تتجمع إلا بعد الصلاة بنص ساعة بإذن الله ويدخلوها الوجبات داخل الحرم. يا يوسف يا غبي. الله طبيعي اليوم يا سلبيك. طيب يا اخوان، في بعض الناس يجيبوا الوجبات يشتروا من الشركات اللي موجوده مع الرئاسه، متعاونين مع الرئاسه، فياخذوا منها الوجبات، يشتروا وجبات ويحطوها على سفرتهم. هذه من ضمن الوجبات. الله يا ما شاء الله تبارك الله يا شباب، الحرم ممتلئ قبل ما اصحاب السفر يفرش السفره، الحرم فل. مويه الزمزم هذه سابقا كانت مع الوجبه، الان الرئاسه هي اللي توزع. ما شاء الله تبارك الله يا شباب، ان شاء الله السفر خلال 5 دقائق. منكم شايفين ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الزبائن على طول شالت السفر كلها من الساحات ومن داخل الحرم ومن خارج الحرم. انتم شايفين يا ما شاء الله تبارك الله، قامت الصلاه يعني ما شاء الله في سرعه في الانجاز بالنسبه لاصحاب السفر، يعرفوا متى يشيلوا السفرة، والسفر كلها اتشالت والعربيات خرجت خارج ساحات الحرم. طب يا اخوان نوصل نحن نهاية حلقة اليوم، اعطونا رايكم في التعليقات ونشوفكم في الحلقات القادمة. سلام سلام.